حفظكم الله. هذا السائل خالد عبد الله من المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، أرجو إفتائي في هذا السؤال، وهو أن بعض الإخوة يقوم بسؤال شيخ في مسألة ما ثم يذهب إلى شيخ آخر يسأله نفس المسألة، ثم ينتقل بين هؤلاء وهؤلاء في الفتية، ما حكم التنقل في ذلك؟ مأجورين. هذا من التلاعب، هذا من التلاعب بالدين، كون السائل يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ليرصد الاختلاف بين العلماء وبين المجيبين. هذا من التلاعب بأمور الدين، والواجب على من احتاج إلى السؤال أن يختار من العلماء من يثق بدينه ويثق بعلمه ويثق بدينه، ثم يسأله ويعمل بما يقول له، ولا يروح يسأل آخر وآخر، لأن هذا يحدث البلبلة بين الناس، وهو أيضا من التنطع ومن البلبلة التي تشوش على الناس وتشوش على السائل أيضا، أنه لا يدري ماذا يعمل. فلو أنه اختار عالما من العلماء يثق بعلمه وبدينه وسأله وأخذ بفتواه لكان هذا هو الصواب. نعم.